قام سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء بزيارة تفقدية لمشروع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية بمبنى مواقف السيارات المتعددة الطوابق لمجمع الإفنيوز، والذي ينتج حوالي 250 كيلووات من الطاقة الشمسية. وصرح الوزير ميرزا بأنه انطلاقا من الاهتمام البالغ لحكومة مملكة البحرين بالاستفادة من الطاقة النظيفة وسعيا إلى تحقيق الأهداف الوطنية التي أقرها مجلس الوزراء الموقر لزيادة نصيب الطاقة المتجددة في المزيج الكلي للطاقة في البلاد، فإن هذا المشروع الذي نفذته إدارة مجمع الإفنيوز يعد الأول من نوعه في أحد المجمعات التجارية الكبرى في البحرين، معربا عن شكره وتقديره لإدارة مجمع الإفنيوز ومؤسسة محمد صلاح الدين على هذه المبادرة المتميزة والمتمثلة في الاستفادة من الطاقة النظيفة في بعض مرافق المجمع وسعيهم للمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالطاقة المتجددة وتفعيل استخداماتها من أجل التنمية الشاملة المستدامة، موضحا بأن مساهمة القطاع الخاص هي مساهمة هامة جدا في سبيل تحقيق تلك الأهداف الوطنية. وأكد الوزير أن ذلك سيسهم أيضا في ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، والذي هو مطلب وطني من الجميع في مختلف القطاعات التجارية أو الصناعية وحتى السكنية، ويشكل دفعة إيجابية نحو تحقيق الالتزامات الدولية في كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة. انطلاقا من اهتمام الحكومة الموقرة بتشجيع زيادة الاستفادة من الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، قمنا بطرح فكرة الاستفادة من الطاقة الشمسية في على إدارة مجمع الأفنيوز قبل عام من الآن، ونحن سعداء أن نرى على أرض الواقع اليوم هذا الكم الهائل من الألواح الشمسية التي تم تركيبها على موقف سيارات التابع لإدارة مجمع الأفنيوز، وهذا هذه الألواح سوف تنتج حوالي 250 كيلووات من الطاقة المتجددة التي يمكن الاستفادة منها حسب عداد الصافي في مبنى مواقف السيارات ومجمع الأفنيوز، ونرجو أن تحذو الشركات الأخرى والمجمعات الأخرى حذو إدارة مجمع الأفنيوز في الاستفادة من الطاقة الشمسية، لأن القطاع الخاص له دور هام في زيادة الاستفادة من الطاقة المتجددة والمساهمة في تحقيق الهدف الوطني للطاقة المتجددة الذي هو 5% بحلول 2025. وهنا أود أن أشكر إدارة مجمع الأفنيوز على مبادرتهم هذه، وما كان يثلج الصدر أن جميع المشروع اكتمل خلال 7 أشهر، وتم تركيب الألواح الشمسية خلال 4 أيام، وهو رقم قياسي بكل من كل النواحي.